GIZ، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في اليمن، نيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ منذ عام 1969. افتتحت مكتبها في صنعاء عام 1983. لديها حوالي 140 موظفاً يمني يعملون في مختلف المناطق اليمنية من أجل تقديم الدعم السريع والمرن في وقت الحروب الأهلية وانعدام الأمن. تعمل GIZ حالياً في اليمن وفقاً لنظام إدارة استمرارية العمل عن بعد. ففي ظل الأزمة الإنسانية الكبرى التي يعاني منها اليمنيين، قامت GIZ وشركاؤها بوضع أهداف واستراتيجيات إنمائية تلبي الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني. فبالإضافة إلى مجالات التنمية ذات الأولوية في مجال المياه والتعليم الأساسي، تعمل GIZ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مجالات الأمن الغذائي، الصحة، التنمية الاقتصادية والعمالة، الحكم الرشيد وبناء السلام، وتقدم الدعم للنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة لهم، وتعطي حقوق الإنسان ومراعاة النوع الاجتماعي أولوية خاصة في كافة برامج ومشاريع GIZ في اليمن. إحنا ما احناش منظمات إغاثة، لكن أعتقد بإمكانياتنا المتواضعة وبثقة GIZ سمعتها من خلال الفترة اللي فاتت، استطاعت إنها فعلاً تواصل هذا العمل، والناس أعتقد على كل المستويات ممتنين. منظمة GIZ رغم الظروف والصعوبات التي تواجه في عملية التنسيق في الوجدان، إلا أنها اشتغلت في كل المؤسسات من أجل توصيل الخدمات إلى الشعب اليمني في ظروفه الحالية التي يعاني منها بسبب الحرب. وسط الحرب تغير الدور التقليدي بالنسبة للرجل والمرأة بشكل إيجابي من خلال تكون قناعة لدى الطرفين بأن هناك شراكة حقيقية للعمل سويا خلال هذه الفترة. فمثلا الرجل لم يعد ينظر للمرأة على أنها دورها فقط يقتصر في البيت، بل أصبح يؤمن بأن المرأة شريك له في جميع المجالات. احنا بنحاول احنا نخدم المواطن ونعمل يعني جزء كبير في الخدمات المياه والصرف الصحي، انه كيف نوصل الماء للمواطن اثناء هذه الازمه، ان احنا نحاول ان النوع الاجتماعي يكون له رعايه خاصه في هذا المجال، لانه اذا الرجل او الشباب موجودين عند الخزانات جلب المياه، المراه ما مستحيل ان تكون في هذا المكان متواجده، الا ان احنا فضينا ساعات معينه او اوقات معينه للنوع الاجتماعي لجلب المياه. في ظل الحرب نشتغل في مجال الدعم النفسي الاجتماعي التربوي داخل المدارس. الأطفال هنا تعرضوا كثير من الصدمات، تعرضوا لكثير من المواقف الصعبة سواء في المدارس نتيجة القصف، نتيجة الصراع اللي هو داير، وبالتالي ساهمنا في استقرار العملية التربوية والتعليمية في المدارس اللي نشتغلها. من الأشياء اللي عملناها إنه كان في برنامج نوعي في صيانة الهواتف الذكية، هذا احنا دربنا 8 بنات، يعني مجموعتين، مجموعة 6 بنات ومجموعة ثانية بنتين، والآن ما شاء الله قدم بيشتغلين ومعها المحل بيصينين الجوالات. احنا بنخرج شباب عنده قابلية للتوظيف، لما يخرج عنده قابلية للتوظيف وبنساعده نعمل له تشبيك مع سوق العمل. من خلال معرفتي أو من خلال خبرتي في برنامج التعاون مع الجهات العربية المانحة، نحن بالأخص ندعم تمكين المرأة في مشاريع سواء أنشطة، دورات تدريبية لتأهيل المرأة، ومنها مثلاً ذكرت قصة لامرأة أمية دخلت دورة تدريبية في صناعة المنظفات وكانت متخوفة أنه تحضر هذه الدورة بما فيها كيمياء ورموز كيف تصنع المنظفات، ولكن بالنهاية استفادت ونجحت وعملت مشروع صغير في بيتها وتقدر تدخل لنفسها ولأسرتها. كل المشاريع لابد انها تقوم بعمل ميزانيات تخضع للنوع الاجتماعي. موضوع النوع الاجتماعي مشترك من ضمن الخطط الموجوده فيها، فاصبح النوع الاجتماعي في سياسه GIZ موجود في كل المشاريع وموضوع اساسي يتعامل معه سواء المكتب الرئيسي او كل المشاريع.
صار الرجل والمرأة يعملوا يدا بيد، المتطوع أو المتطوعة بيدخلوا بيعالجوا رجل أو بيعالجوا مرأة. كان زمان يعني لما المرأة تيجي تمسك رجل حتى وهو مصاب ممكن يموت قدامها وهي ما تعملش ولا أي حاجة. أنا أتكلم عن القرى في الأماكن البعيدة، دحين صار في شوية وعي وصاروا الاثنين يعملوا مع بعض بحيث إنه الشخص اللي قدامهم يعالج. يعني الجائزة بالبداية هي مؤسسات تنموية يعني تدعم اليمن. الجائزة دعم المرأة والرجل على حد سواء، بحيث إنه يجعل من المرأة والرجل قادرين على خدمة المجتمع كل منهم بحسب إمكانياته. يعني كان دور المرأة ضعيف، إحنا استطعنا بدخولنا بهذه المحافظات إنه نجعل المجتمع ينظر للمرأة أنها شريك فاعل في البناء والتنمية. في الوضع الحالي للحرب أكيد اختلفت الأدوار التقليدية للرجل والمرأة. أنا بشكل كبير ألاحظ أنه المرأة صار لها دور كبير، أصبحت منافس قوي، إحساسها بالمسؤولية صار أكبر، بحيث أنها دخلت لسوق عمل، دخلت في كثير من أسواق العمل اللي ما كانت شيء موجودة فيه. أصبحت يعني زي ما قلت أنا سابقا، أصبحت منافس قوي للرجل. حقيقة الجي آي زد منظمة فريدة فيما يتعلق المساواة بين النوع الاجتماعي. في الأنشطة الاعتيادية اللي يقوم بها المشروع يجب أن يساوي أو أن يأخذ في الاعتبار عدد النساء المشاركات في التدريب، عدد النساء المشاركات في العمل. فأعتقد الجائزة أحد أكثر المنظمات التي تدعم وجود المرأة كموظفة، كمتدربة، كمستفيدة من البرامج، كمتعاقدة وما إلى ذلك. لما دخلت واستمرت في العمل في الجائزة قابلت أن الجائزة منح المرأة فرص عمل كثيرة. نعم، جائزة بيئة محفزة للرجال والنساء على حد سواء، ذلك من خلال ما تقدمه الجائزة من فرص متساوية بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء. نعتبر أن وقوف الشعب الألماني مع الشعب اليمني في محنته هذا لن ينساه الشعب اليمني في مراحله القادمة يعني فيه.